السلام عليكم ورحمة الله، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ معكم دكتور صفاء واصف، طبيبة أسنان وأخصائي مكافحة العدوى وعضو الجمعية المصرية لمكافحة العدوى. النهاردة الحقيقة هنتكلم في فيديو جديد زي عنوان الفيديو كده عن اللقاح أو التطعيم الوحيد اللي يعني نقدر نعتبره هو الوحيد اللي ممكن يحمي من الأورام السرطانية. نوع خطير الحقيقة من الأورام السرطانية بيصيب السيدات، وهو سرطان عنق الرحم. الفيديو ده يهم مين؟ يهم لو حضرتك أم لبنوتة من 9 سنين إلى 26 سنة، يمكن أكتر من كده كمان هنتكلم في الفيديو، لكن الحقيقة هي دي الفئة العمرية المستهدفة بشكل أكبر. طيب هنتكلم إيه هو سرطان عنق الرحم. في البداية هو الحقيقة ورم سرطاني بيحصل في آخر جزء من الرحم، نقطة التقائه بالمهبل، وده الحقيقة وجدوا إن هو يعني رابع أكتر نوع من أنواع الأمراض السرطانية شيوعا في السيدات. ولكن يعني وإن كان في بعض الدول الأقل تقدما وجدوا إن هو تاني سبب لحدوث أورام سرطانية في السيدات، فعلشان كده احنا حابين نحذر منه بشكل اكبر شويه، ونعمل توعيه مجتمعيه بشكل اكبر شويه عن ان في تطعيم حضرتك ممكن تاخديه او تديه لبنتك، هو امن تماما، مفيش منه اي مشاكل، يحميها مستقبلا من لا قدر الله الاصابه بالنوع ده من السرطان. طيب خلينا نعرف ايه السبب اصلا، ايه السبب اصلا الاصابة بسرطان عنق الرحم. الحقيقة في غالبية الاحيان وان لم يكن كلها يعني هو الاصابة بفيروس الهيومن بابيلوما فيروس، او اسمه بالعربي الورم الحليمي البشري. الحقيقة الاصابة بالنوع دوت وجدوا ان هي مش كلها بتسبب، مش يعني مش دايما بتسبب الاصابة بالسرطان، لكن في 90% من الحالات الحالة المناعية بتاعت السيدة بتقدر ان هي تقضي على العدوى ديت في خلال من يعني اشهر قليلة الى مثلا سنة سنتين، الحالة المناعية بتاعتها بتقضي تماما على العدوى. لكن في 10% من الحالات الاصابة العدوى بتفضل، وده بيعتمد زي ما قلنا على الحالة المناعية للسيدة، وبيتسبب للأسف سرطان عنق الرحم. طيب خلينا نعرف أكتر إيه هو الـ HPV أو الهيومن بابيلوما فيروس. ده مجموعة من 100 فيروس، هو مش فيروس واحد، مجموعة من 100 فيروس مش كلها خطيرة الحقيقة، لكن في 14 نوع منهم هم المسؤولين عن الإصابة بسرطان عنق الرحم. الـ14 نوع دولت بينقسموا إلى كذا حاجة الحقيقة، لكن 70% من الحالات وجدوا إن الإصابة بالأنواع 16 و18 من الفيروس ده هي اللي بتسبب سرطان عنق الرحم. الإصابة بأنواع تانية زي النوع 6 و11 الحقيقة بتسبب حاجة اسمها Precancerous Lesions. يعني إيه Precancerous Lesions؟ يعني آفات سرطانية، حاجات بتكون حميدة، أورام بتكون حميدة لكن ممكن يعني تتحول في أي لحظة إلى أورام سرطانية. طيب بيتنقل إزاي؟ الحقيقة الاتصال الجنسي بين شخصين هو السبب الرئيسي في العدوى، وإن كان مش لازم الاتصال الجنسي يكون كامل، بيكفي التلامس لنقل العدوى. طيب في سبب تاني؟ أيوة الحقيقة في السيدات المصابة لما بيحصل حمل ممكن تنقل المرض ده لطفلها، حالة بنسميها جوفينايل لارينجيال بابيلوما، ان الطفل وهو بيعدي في البيرث كانال او اللي هي المجرى الطبيعي للولادة من عن طريق الرحم وخروجه من المهبل، بيحصل تلامس بينه وبين السقاليل او الاورام اللي موجودة او الزوائد اللي موجودة حوالين المهبل عند السيدة دي، فطبعا بيلقط العدوى وبيسبب الحالة اللي قلنا عليها الجوفينايل لارينجيال بابيلوما. طيب نيجي للجزء المهم من الفيديو وهو العلاج. الحقيقة الفيروس ملوش علاج،
إصابة السيدة بي أو تحوله أو تسببه في الإصابة بورم سرطاني، الحقيقة السيدة بتتجه إلى يعني علاج بقى السرطان نفسه والتخلص منه طبعا ما الطبيب بيحدد لها. لكن الحقيقة الهدف الأساسي من الفيديو إن احنا نتكلم عن الوقاية، التطعيم. أنا هحمي نفسي، هاخد تطعيم علشان أساسا ما أصابش بالفيروس ده. طيب الحقيقة في نوعين من التطعيم، نوع ثنائي باي فيلنت ونوع رباعي كوادري فيلنت. يعني ايه ثنائي ويعني ايه رباعي؟ هنتكلم الاول عن النوع الثنائي. الثنائي ان هو بيحميني من النوعين بس اللي هم زي ما قلنا قبل كده في اول الفيديو، اكتر انواع بتسبب بسرطانات عنق الرحم اللي هم النوعين 16 و18، موجود في مراكز التطعيم اسمه سيرفاريكس. الحقيقة ده بيتاخد آمن ان هو يتاخد للبنات من سن 9 سنين. بنديه ازاي؟ بيتاخد على هيئة من يعني من سن 9 سنين ل14 سنة، بيتاخد جرعتين بينهم من 6 شهور، الجرعتين بيكون بينهم من 6 شهور ل12 شهر. لو اكتر من 14 سنة فده بيتاخد على 3 جرعات على مدار 6 شهور، بيتاخد الجرعة أول جرعة خالص، بعدها بشهر جرعة، وبعدها يعني بعدها ب6 شهور من الجرعة الأولانية خالص بيتاخد الجرعة الثالثة. طيب الجارداسيل، الجارداسيل الحقيقة أفضل طبعا لأن هو كوادري فيلنت، بيحمي من 4 أنواع اللي هما زي ما قلنا الستة والحداشر والستاشر والتمنتاشر، اللي هي معظم الانواع المسببه لسرطان عنق الرحم او الافات السرطانيه. ده موجود تحت مسمى جارداسيل. ده بيتاخد ازاي؟ بيتاخد برضو امن ان هو يتاخد من سن 9 سنوات. بنديه من سن 9 سنوات ل14 سنة، جرعتين بينهم برضو من 6 شهور ل12 شهر، وبيتاخد اكتر من 14 سنة، بيتاخد برضو على 3 جرعات على مدار 6 شهور. ال3 جرعات على مدار 6 شهور دولت بيكونوا زي ما قلنا اول جرعة خالص، بعدها بشهر جرعة، وبعدها ب6 شهور من الجرعة الاولانية دي الجرعة الثالثة. بيتاخد عضل عادي جدا، مفيش فيه مشكلة وامن تماما. طيب احنا كده بنتكلم عن من 9 سنوات لغاية 26 27 سنة، دي الفئة العمرية المستهدفة. طب واللي اكتر من كده ما ياخدهوش؟ لا، الحقيقة اللي اكتر من كده ممكن تاخده لغاية 45 سنة. الفكرة بس ان احنا لازم ننوه ان فاعليته في حمايتها ما بتبقاش كبيرة زي الفئة العمرية اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي من 9 سنوات ل26 سنة. لكن يا جماعة ما دام حاجة موجودة واقدر اخدها، ليه لأ؟ الفكرة ان ليه لأ، حاجة ممكن تحميني لا قدر الله من الإصابة. اكيد طبعا يعني في قاعدة كده اللي هو ما دام في تطعيم يستحسن جدا ان احنا ناخده، تطعيم لأي حاجة عموما، فما دام متواجد ناخده. طيب اخيرا عايزة بس انبه عن حاجة، ان الإصابة بسرطان عنق الرحم يا جماعة ما بتحصلش بين يوم وليلة. بمعنى ان زي ما قلنا في اول الفيديو خالص ان هو بيعتمد على الحالة المناعية، ف يعني حتى تطور يعني الاصابة بالفيروس نفسه ان هو يكون سرطان عنق الرحم بتحدث مثلا من خلال 10-15 سنة في السيدات اللي في الحالة العادية. لكن الحالة المناعية، السيدات اللي عندهم مشاكل مناعية او حالتها المناعية قليلة، فده للأسف بياخد وقت اقل من حوالي 3-5 سنوات، وبتبدأ ظهور الأعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم. فعلشان كده احنا بس حابين ننوه ان طول ما في فرصة ان انت تحمي نفسك او تحمي بنتك من الإصابة بمرض زي دوت، فطبعا ده شيء مرحب بيه جدا. وحب يعني احنا بنساعد في انتشار المعلومة على قد ما نقدر. اتمنى يا رب يكون الفيديو فاتكم، ولو في اي استفسار او اي حاجة اتمنى تحطولي في الكومنتات، واتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب وشير للفيديو والقناة، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديدة.